متتبعي قناة أنفاس بريس، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص اللي تنستضيفوا فيه الأستاذة لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعمال الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، من أجل مناقشة المشاكل التي يعرفها هذه الفئة، خاصة الأمن الخاص، وأيضا من أجل مناقشة القرار المنع الأخير لمسيرة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمدينة الدار البيضاء يوم الأحد 4 يونيو 2023. أستاذة لبنى مرحبا بك. بارك الله فيك وشكرا لكم وشكرا جريدة أنفاس بريس. أستاذة، بداية يعني أنتم كنقابة تنتموا إلى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، البارحة 4 يونيو 2023 تم منع واحد المسيرة كانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يعني تتعتزم التنظيم ديالها، من أجل تندير بهذا الموجود الغلاء، من أجل تندير كما تتقول هي بفشل الحكومة في اتخاذ تدابير، من أجل يعني حالة الوضع الاجتماعي شوية، شنو رأيك في هذه القضية تاع المنع؟ هي صراحة كانت مسيرة اللي نظمتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وجاءت بعد وقفات اللي كانت قامت بها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. هي كانت مسيرة اللي حضروا لها يعني جميع ممثلين النقابيين على الصعيد الوطني يعني من مختلف الأقاليم، رغم أنه تم المنع ديالها والقمع ديالها، ولكن الحمد لله أنها كانت يعني مسيرة ناجحة بكل المقاييس. يعني كان واحد الحضور اللي هو مكتف، رغم أن كان يعني اعتداءات في صفوف المناضلين اللي كانوا حاضرين، لكن مع ذلك الحمد لله احنا من خلالها بغينا نوصلوا صوتنا ونوصلوا صوت يعني المواطن بصفة عامة، لأن كل شيء تكوى من غلاء الأسعار، كذلك يعني عدم وفاء الحكومة بالالتزامات الاجتماعية، وكذلك اتفاق 30 أبريل للأسف الشديد يعني ما كانت شي حاجة. وبطبيعة الحال يعني الكونفدرالية عبرت على الموقف ديالها من خلال هذه المسيرة هذه، وكنتمناو يعني ماشي كنطالبوا الحكومة باش تراجع يعني الاختيارات ديالها وباش تفسر يعني دائما خروج الكونفدرالية الديمقراطية بوحدها للشارع ودا باقي النقابات الأخرى. اش غادي نقول باش نكونوا واقعيين، يعني حنا كنقدر نقولوا ان النقابات باقي النقابات يعني تخلت على الدور ديالها الحقيقي. انا بالنسبه ليا يعني كنعتبرهم النقابات ديال الباترونه، نقابات ديال الحكومه بامتياز، لانهم يعني ولاو كينفذوا القرارات ديال الحكومه. حنا كنشوفوا صمت مشين لهاد النقابات، فين هو الدور الحقيقي ديالها؟ حنا يعني من خلال انا نفسي يعني كنا في نقابه في اطار نقابه اخرى، وللاسف يعني تمت المحاصره ديالنا. لماذا؟ كيفاش يمكن ان يعني نقابه توقف امام البرلمان والبرلمان كيمثلوا رئيس مجلس المستشارين والنقابه ديالو؟ حنا ما بقيناش كنشوفوا النقابات اليوم كيناضلوا امام البرلمان ولا في جهات اخرى. للاسف الشديد ولكن البعض يقول بان الكونفدرالية الديمقراطية والشغل من خلال الخرجات ديالها خاصه على مستوى 2023 هي تتبحث على ذاك المجد ديالها الضائع، وتبغات يعني تربط الماضي بالحاضر. سنوات الثمانينات هذه النقابات الكونفدرالية يعني بغض النظر على انني كنتمي لهذه المنظمة، لكن قبل وانا متبعة يعني الكونفدرالية الديمقراطية كانت دائما نقابة الشعب، دائما كانت صوت الشعب وما زالت صوت الشعب لله الحمد. والدليل انها ماشي اول مرة غادي توقف، يعني راه حنا خرجنا في رمضان في عز رمضان، خرجنا في يعني هذه الثالث وقفة للكونفدرالية ضد الغلاء وضد هذا الشيء هذا. يعني هنا اليوم خاص النقابات كذلك انها تعفينا من الاحزاب السياسية اولا، يعني الدور ديالها انها تأطر المواطن وانها تدافع على حقوق المواطن، كل شيء سكت، وهذا وضع يعني يعني صراحة كارثي. احنا كنتمناو وكذلك الاحزاب السياسية باقي النقابات انها تتكلم، انها تعبر عن المواقف ديالها، ماشي ببلاغ ولا ببيان، لان حاليا احنا هاد الوقت اللي كنعيشوه دابا حاليا راه بيان او بلاغ راه ما غادي يدير حتى شي حاجه. خاص نزول الشارع وخاص يعني يعبر المواطن كذلك على الصوت ديالو. اليوم كنشوفوا حتى المواطن ساكت، لان الاغلبيه هما كيضروا، كتشوف نداءات في الفيسبوك، كتشوف يعني تنديدات في الفيسبوك، ولكن الواقع ما كاينينش. وهذا الشيء صراحه يعني مؤسف. علاش هذا الغياب هذا ديال يعني حنا اللي جينا نشوفوا مقارنه بسابقا، راه ما بقيناش كنشوفوا يعني الوقفات كيف كانوا، ما بقيناش كنشوفوا المواطن كيحتج كيف كان. شنو السبب؟ ما وخرجوا القطاع ديالك انت اللي تتمثل يعني الكاتبه العامه تاع النقابه الوطنيه لاعمال الحراسه الخاصه والطبخ والنظافه، شنو اهم المشاكل اللي تتعرف هذه الفئه هذه خاصه يعني الاعوان تاع الامن الخاص؟ احنا المشاكل ديالنا هي مشاكل نقدروها نتكلم لك على المشاكل الموحده اللي كنعيشوها في هذا القطاع هذا، من ضمنه يعني 12 ساعات العمل في اليوم اللي هي بطبيعه الحال غير قانونيه وتحت انظار جميع الجهات المسؤوله. هنا كاين خرق سافر للماده 184 مدونه الشغل اللي كتنص وكتاكد على ان ساعات العمل الفعليه هي 8 ساعات في اليوم.
هما يعني للاسف ان هذا القطاع هذا تم الاقحام ديالو في واحد المواد اللي هي ما كتعنيناش اصلا. كنتكلم على حراس الامن الخاص اللي كانوا واحد الوقت ماشي كانوا حراس، كان الشاوش كالبواب اللي كانوا كيسكنوا في العمارات ساكنين تما، يعني يوك ساعات الحضور ماشي ساعات العمل. ولكن اليوم يعني القطاع تطور، عرف واحد التطور كبير. ثم الوقت اللي توضعت في المدن ما كانش القطاع نهائيا. امتى ولا هذا القطاع؟ حتى بعد دوك العمليات الارهابيه اللي كانوا في 2004 وكان 2003 في هذاك الوقت فين ولا الطلب على شركات الامن الخاص ولا المنشات كيبغيو يامنوا يعني سواء المنشات الخاصه ولا العامه كيامنوا المواقع ديالهم. لهذا عاد بان هذا القطاع هذا. دونك حنا بقى هذا الخرق هذا يعني تغرى قانونيا مستغلين شركات الامن الخاص وتحت انظار جميع جهات المسؤوله. حتى تقريبا الامن الخاص كان عندنا في المغرب يعني حسب اخر احصائيات دقيقه اللي كنا قمنا بها كاين العدد اللي صرحت به وزاره الشغل هو 66889، ولكن الواقع اننا حنا يعني بحكم اننا يعني كنواكبوا هذا الشيء ميدانيا يعني ما يقارب او يعني كيفوق المليون حارس امن خاص على الصعيد الوطني. وهذا يعني واحد العدد اللي هو يعني نقدر نقولوا انه خيالي، ولكن مقارنه بشركه الامن الخاص اللي كاينين راه كاينه الوزاره كتصرح ب 1578 شركة أمن خاص، والواقع أنها كاين 50,000 شركة أمن خاص اللي كتنشط في هذا القطاع بدون ترخيص. كاين عشوائية، كاين يعني الشركات اللي خدامين وهمية، كاينين بلا ترخيص، كاينين اللي خدامين في واحد يعني بواحد الشكل عشوائي دون مراقبة. البعض يقول يعني تيوصف الأمن الخاص يعني تيقول عبودية القرن 21، واش تتفقي مع الدرجة؟ أنا كنتفق مع لأن عبودية، شنو العبودية؟ المفهوم ديال العبودية، العبودية واحد الإنسان اللي هو ماشي ديال راسو، إنسان اللي يعني ملي كتشوف إنسان كيشتغل 12 ساعة في اليوم، شحال غيبقى لي في النهار؟ خلي واحد ساعة بين ما وصل العمل ديالو، ساعة أخرى يعني كاين اللي كيفيق مسكين من 5 الصباح كيرجع لدارو حتى 10 الليل. كيدخل ينعس ويفيق ثاني يمشي، اش من الخدمه هذه واش من الحياه هذه عنده؟ ما كياخذ حتى ذاك بعد مرات حتى العطله الاسبوعيه ما كايناش، ما كاينش كونجيات، ما كاينش تعويض على الساعات الاضافيه، ما كاينش اعياد، ما كاينش. حنا نشوفوا غير العيد الكبير دابا والله العظيم كلهم كيبكيو لان الاجر اصلا العيد كيفوت الاجره ديال حارس الامن الخاص. العيد داير 3000 درهم، حارس الامن الخاص كيتخلص 2000 درهم. يعني ماشي تختار الحد الادنى الاجور بالنسبه للناس هذو، ماشي احترام الحد الادنى الاجور، وهذه من ضمن يعني ولكن الناس اللي تيخدموا الناس وتيخدموا خارج القانون كيفاش؟ شوف هاد دابا المشكل فين كاين في الشركات كما قلت لك انه يعني تجاوز واحد العدد كبير، ولا كاين حتى في واحد المنافسه في الصفقات ما كتكونش منافسه شريفه. ملي كتكون المنافسه يعني كاين بحال يعني مع احترام يعني كاين واحد التكالب على الصفقات، كتخذ الصفقه باقل سعر، بالتالي يعني هاد الشركه ملي غتاكل من الحارس من الاجر ديالو، من حتى التصريح الصندوق الضامن الاجتماعي ما كاينش، ولكن ما كيكونش اما بساعات العمل يعني بايام كامله، ولا كيكون حتى الاجر ما كيكونش بالاجر الحقيقي باش كتصرح. يعني كاين بزاف ديال التلاعبات اللي كاينين في هاد. واش من جهه تابعه لهم هاد الامن الخاص؟ احنا واش يعني وزاره الشغل ولا وزاره الداخليه ولا ديمن بزوج يعني نقدروا نقولوا يعني بصفه مباشره وزاره الداخليه لان هي المسؤوله على تنظيم القطاع وبزاف الحوايج. وزاره الشغل كذلك لان هنا ما كاينش واحد المراقبه وما كاينش تتبع يعني على جميع المستويات، لا من ناحيه كيفاش كيشتغلوا الشركات، ما كاينش واحد يعني يوقفوا على الاجور ديال هاد الناس، على التغطيه، على بزاف الحوايج. واخا ان احنا يعني من خلال اللقاءات ديالنا مع الوزاره كتقول انهم لا احنا كنديروا المراقبه ديالنا كنديروا هذا، ولكن حدود التدخل ديالنا محدود، محدوا لنا القانون كمفتشي الشغل. يعني احنا كنقدروا الا لقينا خروقات كندير واحد يعني انذار او كذا، ولكن هذا الشيء واش كافي؟ هذا هو السؤال، واش هذا الشيء كافي؟ حنا اللي كنطالبوا به علاش ما يكونش واحد الغربله لهاد شركات الامن الخاص ويكون واحد الشركات اللي هما محترمين يعني الاجور، يعني محترمين تطبيق يعني القانون، وفي نفس الوقت يعني محدودين، حتى الا كانت المنافسه غتكون منافسه يعني في اطار القانون. قلت لي انتم كنقابه تدافعون على هذا القطاع هذا، شنو المقترحات ديالكم؟ كما هضرتي على بعض ديالها، ولكن شنو اهم المقترحات من اجل يعني هاد الناس نحترموا الادميه ديالهم؟ احنا المقترحات ديالنا كنقابه وحنا هذا الشيء يعني قدمنا. اول حاجه خاص بعدا واحد يعني تكوين لهذه الفئه هذه، ويكون بطاقه مهنيه، ويكون ترخيص، يعني يتنظم هذا القطاع هذا. وهذا الشيء مسؤول عليه بطبيعه الحال وزاره الداخليه اللي كان يعني احنا كنحاولوا اننا نوصلوا الصوت ديالنا.
فكان دابا حاليا حنا كنشتغلوا على واحد الدراسه ان شاء الله اللي غادي يكون انجاز ديالها اللي غادي نديروها ان شاء الله، غتكون اول دراسه في القطاع ديال الامن الخاص بحضور يعني لوزاره الشغل وكذلك يعني ممثلين المتدخلين في القطاع هذا، باش على الاقل نقدروا نخرجوا بتوصيات ومقترحات اللي هي مهمه، من بينها اولا اعاده النظر في هذا القانون 2706، لان هذا القانون 2706 ما كينظمش الحراس الامن الخاص، هو كينظم الشركات، وفي نفس الوقت فيه خروقات وتجاوزات كثيره، بحيث مثلا انه كيتكلم على الاسلحه، وحنا كنعرفوا ان يعني هذا خرق، يعني هذا الشيء كيمس حتى بالسياده ديال الدوله، لان حنا عارفين ان هذا الشيء ما يعني كاين بزاف تاع الملاحظات في هذا القانون اللي هو ما تمش الاخذ ديالها بعين الاعتبار، لانه هو قانون فرنسي تم الترجمه ديالو ووضعوه عندنا في المغرب، ولكن مقارنه بهذا القانون راه لا علاقه لنا بالحراسه الخاصه في المغرب مثلا، بحال دابا عمليه التفتيش اللي كيقوموا بها وكيجبروا الحراس انهم يقوموا بها، مع ان هذا الشيء كيمس بحريه المواطن، كيمس بشي حوايج، وهذا الشيء بهذا كيخلي واحد الاحتكاك ما بين المواطن وما بين حارس الامن الخاص. القضيه تاع الاحتكاك اللي البعض تاع المواطنين تياخذوا على الحراس الامن الخاص، يقول بانهم يعني تيتصرفوا بطريقه ماشي لائقه بالنسبه لهم، يعني تيبغيو يفرضوا السلطه ديالهم، تيفرضوا يعني الجبروت كما تيقولوا لبعض المواطنين. هذا من منظور المواطن. منظور المواطن لانه ما عارفش الواقع، لان الحارس الامن الخاص راه عنده واحد لي كونسي اللي كيمشي عليهم واللي كيشتغل عليهم. مثلا بحال دابا نعطيك مثلا في شي بلايص كيقول لك الحارس ما خلاناش ندخلوا، الحارس معطيه لي الاوامر ان هاد الناس مثلا ما يدخلوش في هذا الوقت، يعني هو كيقوم بالمهام ديالو تطبق التعليمات اللي كتعطى. الناس اللي ما عارفينش كيقول لك انه الحارس كيبغي يدير هو الكل في الكل، علاش علاش نقول لك علاش؟ كاينه نظره دونيه اولا، ذاك الحارس ما كيتقبلوش انه يجي يقول لهم مثلا ما تدخلش ولا سير انت هنا ولا حيد انت، هذه ما كيتقبلوهاش. علاش؟ حنا للاسف كاينه حتى واحد النوع ديال الحقره، وحنا معروفين صراحة يعني في المغاربة فينا الحقرة بزاف، بحال هاد القطاع هذا حتى عارفين الهشاشة وعارفين كذا، ما كيتقبلش شكون بغى يكون هاد الحارس تيجي يمنعني ولا يجي يحبسني ولا يجي يحبسني ولا هذا. وهنا كنلقاو هاد المشاكل كثيرة في المستشفيات، وحنا عارفين المستشفيات اشنو واقع في المستشفيات، ولا جينا نشوفوا كنلقى كلشي بحال الحراس كيديروا رشوة الحراس. اسيدي حنا إلا كنا الحارس كيتخلص ب 1200 درهم وكيجي مثلا كياخذ 20 درهم من عند مواطن ولا كيعطيها لي ولا هذا وتسميها رشوة. اذا دخلت شكون اللي شرع هذا الشيء داخل المستشفيات؟ واللي جينا نشوفوا الواقع ان راه من باب المستشفى حتى القاعات العمليات وكاين الرشوه، وكاين بزاف الحوايج بلا ما ندخلوا في الشواهد والمشاكل اللي كاينه وكذا وكذا. يعني حنا معلاش كنشوفوا غير الحلقه الاضعف هو هذاك الحارس. احنا ما نقدر، احنا ماشي نقول لك انني كندافع عليهم، كاينين بعض التجاوزات اللي كيديروا هاد الناس خاصه في المستشفيات، ولكن الواقع راه حاجه اخرى. الواقع حاجه اخرى، شكون السبب في هادشي كامل اللي واقع؟ ملي كتشوف الشركه كتدخل كتعطي 1200 درهم كتقول لي دبر على راسك، صافي شرعت لي رشوه لداخل. ملي كتشوف الاداره تاع المستشفى كتخبى ورا داك الحارس كتقول لي دير هادي وفعل هادي وكذلك الشواهد والصفات. هذا نموذج يعني ما يوقع في المستشفيات، نشوف الواقع ان الناس دابا كياخذوا واحد النظره على حارس الامن الخاص، واخا نقولوا المستشفيات في هذه المشاكل، التعليم في هذه المشاكل هذو، حنا التعليم كتلقى حارس الامن الخاص كيقوم يعني بالارشيف الداخل، كيدير خدمه المدير، خدمه المعلم، خدمه كل شيء، كيتسخر كيدير كل شيء داخل المؤسسه، ومع ذلك مسكين حتى داك الروبو ديالو ما كياخذوش. بعض المرات حتى بعض المدراء كيتصرفوا معاهم بواحد التصرفات اللي هي يعني بحال يعني كيستعبدوهم، كيولي كيدير مهام خارج اختصاص ديالو. حنا كنشوفوهم مؤخرا، كنت وضعت واحد الصرخه ما تقبلوهاش بعض الناس، انا الحارس كيكون في اتاي هذيك ماشي خدمته. دابا اليوم الحارس شنو كيسخروا برا، يسخروا يعني تيدير مهام مختلفه في خارج الاطار ديالو، الاختصاص ديالو نهائيا. علاش حنا بغينا بعدا تحديد مهام هذه الفئه هذه؟ واش القانون ما تيحددش لهم المهام ديالهم؟ فين هو القانون؟ دابا كنقول حنا شنو كنطالبوا؟ قانون خاص بحراس الامن الخاص. القانون المهام ديال حارس الامن الخاص راه بين حمايه الاشخاص والممتلكات، ماشي الحمايه مناش يعني لا تكون شي سرقه، تكون يعني بحال هكذا. هذه هي المهام ديال التوجيه، الارشاد، هذه هي المهام ديال حارس الامن الخاص. ماشي حارس الامن الخاص غادي يعطيه يغسل لي الطوموبيل، غنعطيه يتسخر يجيب النعناع. انا كنشوف شي انا كنشوف غير في الزنقه كنكون غادي كيبان لك حارس مسكين جايب النعناع وجايب انا مسخر، ماشي حتى في وقت الغدا نقولوا انه يعني فتره ديال يعني كاين واحد
يعني ما معطينيش هذيك القيمه، باقي ما كايناش هذيك القيمه ولا المفهوم الحقيقي ديال رجل الامن الخاص في المغرب. ونتمنى ان الملف يتطوى بما يعني يليق الكرامه ديال هاد الناس اللي تيبقاو هما مواطنين مغاربه، من حقهم انهم يخدموا، من حقهم انهم يتوفر لهم شروط الكرامه في الحياه. الان عندنا ما عندناش مطالب، حنا غير حقوق بينهم تطبق، يطبقوا معنا غير القانون اللي كيف مدون هاد الشغل، من بينها التعويض على ساعات العمل الاضافيه، من بينها يعني ساعات العمل اللي هي قانونيه 8 ساعات، التصريح، التامين على المخاطر. الناس كتعرضوا المخاطر، كتعرضوا اعتداءات، كتعرضوا القتل احيانا، وما كيتمش الانصاف ديال هذه الفئة. ابسط الحقوق استاذ لبنى، ابسط الحقوق. شكرا جزيلا على قبول الدعوه. شكرا لك متتبعي قناه الفاس بريس، الى اللقاء فرصه قادمه ان شاء الله.